مثل ما ذكرت كان يلعب في وسط خط الوسط المتاخر، ثم الان يلعب كمتوسط قلب دفاع. كره اماميه تتحول، يحاول يعدي لكن ممنوعه. حكم المباراه يقول في خطا وفي دب على اللاعب شادوري لصالح مسدلدا. حكم المباراه اذا سبع دقائق متبقيه من زمن الشوط الثاني، والمباراه المنتخب الالماني متقدم بهدف مقابل لا شيء. طبعا المنتخب الالماني طموحاته على اعتبار ان الفائز ثلاث مرات بنهائيات بكاس العالم، وايضا طموحات رودي فولر مثل ما ذكرت في بدايه هذه المباراه، يريد ان يصل بفريقه الى النهائي وان يفوز بالكاس البطوله. وايضا لا ننسى لقاء البرازيل وتركيا يوم غد في اليابان طبعا، وايضا راح تشاهدون ان شاء الله على قناه الاوائل المفتوحه بصوت زميلنا عصام شوالي، وايضا راح نتابع من هو الفريق الاخر الذي سوف يرافق الفريق الذي سوف يفوز من هذه المباراه. خطا حكم المباراه. في دف، نعم واضحه وضوح الشمس، في شد من الفانيله من اللاعب رقم 10 لي يونغ بيو، وتغيير. اذا شنايدر راح يخرج وينس ييرميز. اذا تغيير، خروج اللاعب رقم 19 بيل شنايدر وييرميز راح يشترك في هذه اللحظة. لاعب ييرميز طبعا اللي اشترك خلال المباراة الماضية امام منتخب امريكا، وحادثة اعطاء البطاقة بالخطأ للاعب نيوبيل، وكرة خطرة على نيوبيل. لا 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 لا، فعلا قرار سليم، بطاقة صفراء لنيوبيل اللي لن يلعب المباراة القادمة. شوف حارس ما فيها شيء ابدا. في تمويه، هذا التمويه وهذا التحايل من جانب اللاعب نيوبيل اللي لن يشارك المباراة النهائية مع منتخب ألمانيا. لا يعني على الرغم مشاهدينا الكرام بأن الاتحاد الألماني أرسل ببطاقة احتجاج على إعطاء البطاقة الصفراء للاعب نيوبيل في مباراة منتخب أمريكا وألمانيا، لأن بعد الإعادة إلى الفيديو والحركة البطيئة والاعتداء كان من اللاعب ينس ييرميز، ولكن مساعد الحكم عندما استشار الحكم الاسكتلندي هدلت طبعا، اشار بان اللاعب الذي عمل المشكله مع كلاودي راينر كابتن المنتخب الامريكي طبعا في تلك المباراه هو اللاعب نيوبيل وليس ينس ييرميز. اذا نيوبيل لن يشارك في المباراه النهائيه مع منتخب المانيا اذا ما وصل الى المباراه النهائيه. طبعا ما في شك ان يعني المباراه النهائيه لكاس العالم فرصه لكل لاعب لان يشارك، مثل ما جاتنا الفرصه لان نشارك كاعلاميين في هذه البطوله وايضا مونديال فرنسا، وايضا من خلال هذه البطوله الخاصه تحديديه على اعتبار هناك كان النقل الفضائي الحصري فقط للاوائل في بطوله الاوائل، وفعلا اللي راح تعلن ممكن عن مواجهه من خاصه ما بين البرازيل والمانيا من وجهه نظري اشوفها، على اعتبار ان على حسب الورق على حسب الاشياء اللي نتابعها، ولكن داخل ارض الملعب يتغير كل شيء. الان باقي حوالي اربع دقائق، لكن كرة القدم تتغير في اي لحظة. اذا في هناك خطأ. جيرالد اسموا بدلا من نيوبيل. اذا راح يخرج نيوبيل من ارض الملعب. كان اداء جيد من جانب نيوبيل، ولكن في النهايه يدخل طبعا جيرالد اسامو لاعب نادي شالكا الالماني، ويخرج نيوبيل لكي يودع البطوله. راح يكون مع فريقه ولكن لن يشارك كاحتياط
أو كلاعب أساسي في المباراة النهائية، هذا إذا ما وصل المنتخب الألماني إلى المباراة النهائية. حتى الآن متقدم بهدف مقابل لا شيء. ليون جاي كرة عالية في مباراة كبيرة المستوى وإثارتها، ومن خلال التغييرات التكتيكية لكل المدربين فعلا دروس مستفادة ودروس كثيرة في كأس العالم، خاصة من خلال هذه المباراة المتغيرة الأحداث. رغم يعني هدف واحد، ولكن بعض الأحيان تجد أن هناك الفنيات تغيب عن المباراة ولكن الإثارة تتواجد، وفعلا هذه المباراة مثيرة بجميع أطرافها، مثيرة بالشخصيات التي حضرتها، مثيرة بالجماهير التي تشجع طوال الوقت، مثيرة باللقطات الفنية الرائعة لأوليفر كان، مثيرة بالهجمات المتعددة للمنتخب الألماني، وخاصة خلال الشوط الثاني اللي يعتمد على الهجمات المرتدة، وأيضا مثيرة من خلال التغييرات التي حدثت خلال الشوط الثاني بالتحديد. ثلاث تغييرات لمنتخب كوريا، ثلاث تغييرات لمنتخب ألمانيا. هل كانت التغييرات فنية بحتة داخل أرض الملعب؟ طبعا هذا ما سوف نستمع من خلال الزملاء داخل الاستديو التحليلي. هجمة المنتخب كوريا تلعب أمامية، ليبيون محاولة تسديد، لا 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 لا، عشوائية عشوائية عشوائية، وأفسدت الهجمة اللي طبعا حولها اللاعب لي يونغ جو إلى خارج الملعب. إذن دقيقة واحدة من زمن الشوط الثاني والمباراة، وجماهير منتخب كوريا الجنوبية تردد دي أمينغو، ما عدا جماهير منتخب ألمانيا البسيطة. هذا أسموه اللاعب يعني قوي ولاعب سريع وقوي فولر، طبعا أنزل هذا اللاعب لكي يحتفظ بالكرة، والوقت يضيع، 4 دقائق وقت بدل ضائع، فرصة كبيرة لكل الطرفين في إحراز هدف، سواء لألمانيا أو منتخب كوريا بإحراز هدف التعادل. إذن لأربع مباريات ماضية للمنتخب الكوري فعلها، فهل يفعلها هذه المرة ويحرز هدف التعادل في اللحظات الحرجة والأخيرة؟ 3 دقائق متبقية وسوف نتابع ونشاهد. يالمين ناحية أسموا بعيدة، مقطوع على طول إلى لي يونغ بيو، كيم تاي يونغ، لي يونغ بيو، عالية تقدم وأمامية، لكن يشيلها راميلوف، راميلوف يبعدها على طول، ينظف المنطقة أول بأول. لي يونغ بيو يرمز وفي فاول، أو حكم المباراة يعطي فرصة، وهجمة في الجهة اليسرى، فرصة للتسديد، تلعب يحاول يهيئها يسدد على طول، لا 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 لا، تهيئة الكرة كانت حلوة، تهيئة الكرة كانت حلوة، وضاعت الكرة من جانب اللاعب بارك جي سونغ، فرصة كانت حلوة وتحضير كان ممتاز وسريع وجيد وقراءة جيدة من جانب لاعبي منتخب كوريا الجنوبية في اللعبات هذه. إذن دقيقتين متبقية صعبة، صعبة على فرينس والزملاء داخل أرض الملعب، وأصعب على من يتابع ويحب الكرة الألمانية بأن تصل إلى النهائي، والأصعب طبعا ما في شك على حكم المباراة اللي يتمنى نهاية هذه المباراة في اللحظات هذه، خاصة مع إثارته وهجمات المنتخب الكوري. يعني التحكيم اليوم بكل صراحة وأمانة 10/10، هذه وجهة نظري، لكن القرارات راح تكون في منظار وزاوية المنظار بالنسبة للكابتن ناجي الجويني والزميل أحمد الغامدي في برنامج صافرة الحكم. لي وون جاي يلعب الكرة عالية ولحظات أخيرة، هل يستطيع منتخب كوريا مع الهجمة هذه، وأعتقد أنها ممكن تكون الأخيرة،
يحاول يعدي من الجهة اليمنى. ما فيها شيء. المساعد يقول ما فيها شيء، وحكم المباراة يقول ما فيها شيء. المساعد الشيكي إنزين اللي عاد طبعا راح توضح هذا ماركو بودا. ماركو بودا إذن منتخب ألمانيا هل يفعلها ويتأهل أم لا؟ كيمتاي وحكم المباراة ينظر إلى ساعته في خلال هذه اللعبة، وأيضا رودي فولر وجيس هيدينغ اللعب مرة ثانية. تشادوري كيم تاي يونغ إلى تشادوري، اللعب عالية والدقيقة الأخيرة من زمن الوقت بدل الضايع، خلاص اللحظات الأخيرة والثواني الأخيرة. خطأ في خطأ لي من سونغ، خطأ على لي من سونغ وفي بطاقة صفراء اللاعب لي من سونغ رقم 15. هذه إعادة مرة ثانية، حكم المباراة أعتقد أنه خلاص اللحظات الأخيرة. ترجع الكرة من همان ديتمر همان إلى حارس العريض الأمين أوليفر كان، فعلا أمين وفعلا أمن على المرمى، وبذلك وصلت النتيجة إلى هذه الحد 1-0 لمنتخب كوريا. مستر علي يلعب الكرة خضراء، لكن راية وتسلل، راية وتسلل من مساعد الحكم التشيكي الثاني إفزن. إذن مساعد الحكم الثاني يشير بأن هناك تسلل. أوليفر كان اللعب على طول، حكم المباراة خلاص. ألمانيا إلى النهائي، ألمانيا إلى النهائي، ألمانيا إلى النهائي، وحظ أوفر لمنتخب كوريا الجنوبية. مباراة فعلا كانت ممتعة ومثيرة فعلا بنتيجتها، فعلا بالأداء للفريقين وخاصة الأداء الفني العالي في خلال هذه المباراة. ومنتخب كوريا اللي قدم مباراة كبيرة، وأيضا منتخب ألمانيا اللي استطاع مايكل بلك بأن يحرز هدف الفوز والوحيد في خلال هذه المباراة. إذن منتخب ألمانيا للمرة السابعة إلى نهائي كأس العالم، لينتهي الحلم الآسيوي وحلم كوريا الجنوبية. ولكن تحية للشعب الكوري، تحية للجماهير، تحية للاعبي المنتخب الكوري من خلال هذا الأداء. وأيضا هناك فرصة للعب أمام المنتخب الخاسر من خلال مباراة الغد، ترقبوها مشاهدينا الكرام على قناة الأوائل المفتوحة. لكم أجمل تحية من محدثكم بدر بلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.